نحن نبحث عن مستثمر رئيسي لتنفيذ المشاريع التالية: بناء الطرق الآلية، يبني ما يصل إلى كيلومترين من الطرق ذات الستة حارات في اليوم، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وفي جميع الأحوال الجوية. طريقة جديدة للبناء، أسرع وأرخص وأكثر موثوقية. تكاليف إنتاج منخفضة، تجميع سريع قياسي، ثلاثة طوابق يومياً. يستخدم إصلاح الطرق الآلي أختاماً جاهزة، يعمل على مدار الساعة، يصلح الطرق في دقائق، ويستطيع إجراء مئات الإصلاحات في اليوم. يذكر أن العالم ينفق ما يصل إلى 300 مليار دولار على إصلاح الطرق سنوياً. تنتج تقنية الألواح الأحادية آلاف الألواح الجدارية بإنتاج آلي يعادل 2.5 مليون متر مربع من المساحة السكنية سنوياً بشكل أسرع وأرخص. نظام النقل العام من المستوى الثاني، الإلكترونيات الحديثة وأجهزة التحكم في القيادة تمكن من تنفيذ هذه التقنية بشكل مثالي. نحن مستعدون لإنتاج وعرض هذا النقل الآمن، الفعال والصديق للبيئة، والذي يتوافق تماماً مع حركة المشاة. يتحرك النقل فوق حركة المرور في المدينة، متجنباً الازدحام على الطرق. إنتاج الخرسانة الغازية: مجموعة واسعة من منتجات الخرسانة الغازية مع طبقة حماية اختيارية. يمكن صب الكتل في دفعات كبيرة ومعالجتها بسرعة لإنشاء عناصر ذات معايير مختلفة. سوق القيادة: قم بالتسوق بسرعة دون الحاجة إلى مغادرة سيارتك، مع مستودعات تقع فوق أو تحت الأرض. يتم استخراج المعادن الثمينة بالمجال الكهرومغناطيسي، وهو صديق للبيئة تماماً، يعيد التربة إلى مكانها الأصلي، يعمل على اليابسة وفي البحر في جميع الأحوال الجوية. تضع التقديرات المستقلة إمكانات السوق لهذه المشاريع بأكثر من 3 تريليونات دولار.